ام وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟ سلمك الله من كل سوء، اتفضلي. والله انا ليا 7 شهور عايز اكلم حضرتك. انا اللي اسف، سامحيني والله على راسي، اتفضلي. الله يخليك، الله يبارك فيك. كنت بقول لك يا شيخ محمد، قولي. انا كان معايا اخت، اسمعيني من التليفون يا ام وليد، بلاش تلفزيون الله يرضيك. حاضر، وطي التلفزيون خالص، اتفضلي. كان معايا اختي من حوالي 7 شهور اتوفت، رحمة الله عليه. اتوفت وهي بعد الولادة ب4 ايام. طيب رحمة الله عليه، نحسبها شهيدة ولا نزكيها على الله. واتوفت يوم جمعة، صلوا عليها فجر الجمعة. ما شاء الله ما شاء الله. وانا يا شيخ محمد كنت محتاجة، بس اللي انا اصلا انا كنت معاها توأم. طيب. فعلى طول ان انا بعيط، وعلى طول ان انا فراجة، انا كان يومي ما بيمشيش غير بيها. طيب ايه السؤال يا ام وليد؟ سؤالي ان انا اما ببكي على طول انا كده بعذبها. طيب حاضر، وانتوا دفنتوها الفجر ليه يا ام وليد؟ ما هم كانوا مستعجلين، وكمان يا شيخ محمد هي اتدفنت مش في نفس البلد. طيب. هي اتدفنت في البلد اللي كانت متجوزه فيه. طيب يا ام وليد حاضر، انا مش عارفه برضو ان انا اروح ازورها، انا برضو تعبانه. حاضر حاضر يا ام وليد، حاضر يا ست ام وليد، حاضر. ام وليد رحم الله اختك رحمه واسعه، واسكنها فسيح جناتي، والهمك الصبر على فراقها، نحسبها شهيده ولا نزكيها على الله. وعلى امرين، اول امر لو تكرمتم بعد اذنكم بلاش ندفن بالليل، ادام ما فيش ضروره بلاش ندفن بالليل ونستنى الناس. كان الاولى وكان الافضل ان تنتظر لصلاة الجمعة ويصلي عليها عدد أكبر من الناس، لا سيما إن ما عندناش ضرورة علشان ندفنها بالليل ولا ندفنها الفجر. فالأفضل أدام ما عندناش ضرورة ملحة للدفن بالليل بلاش، وما تسمعوش من حد وما تسمعوش كلام حد. أنا فاكر رحمة الله على أبويا لما مات في أذان العصر، فأنا قعدت مع نفسي والكل كان بيقول اخلص وادفن اخلص وادفن، فقلت ليه؟ عشان ايه؟ وادفنه بالليل ليه؟ لا، استنى بكرة وبالراحة خالص وياخد النهار من أوله خلاص كده، وده الأفضل بالمناسبة. طيب الأمر الثاني، بكاءها على أختها يعذبها؟ لا، كلام غير صحيح، وهذا الكلام كان ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر وصححته ستنا عائشة وقالت له لا، الميت ما بيعذبش ببكاء أهلي عليه. ليه؟ لأن البكاء رحمة، وقد بكى رسول الله على خديجة رضوان الله عليها وأرضاه، وبكى رسول الله على القاسم، وبكى رسول الله على إبراهيم، وبكى رسول الله على أمه آمنة في آخر عمره. ولما استعجبوا الصحابة من بكائه على إبراهيم ابنه فقال إنها رحمة يا ابن الخطاب، وفي رواية إنها رحمة يا ابن عوف.